بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة ناصر تي في، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إذا خاوتي اليوم رانا الجمعة 1 جويلية 2022، كنا متواجدين في سوق خربة للمواشي، والآن رانا في سوق بدواو للطيور. دائما خاوتي شعارنا هو سوق طيور في داركم، راكم قاعدين في الدار، خوكم ناصر يجيب لكم كل حاجة متواجدة في السوق بالأسعار بالأرقام الهواتف. تحية خاصة لكل متتبعي قناة ناصر تي في من داخل ومن خارج الوطن، والناس اللي ربما لأول مرة راهي تشوف قناة ناصر تي في، إن شاء الله تشترك الآن معنا في القناة. خاوتي كالعادة نبداو الفلوق اللي راح يكون خاص بالحسون أي بالمقلين، نشوفوا الجان واش راهو يدير، نشوفوا الفيو واش راهو يدير، ثم خاوتي ندير لكم فيديوهات اخرى اللي خاصه بكل الطيور، بالكناري بالبيريش بالباغاوات، يعني كل حاجه موجوده هنا في سوق بودواو. كذلك ان شاء الله اذا كان كفانا الحال والوقت خاوتي كذلك نزيدو ندير لكم فيديو خاص لمحبي الدجاج والارانب والبط والوزي، يعني سوق بودواو الله يبارك فيه سلعه ما شاء الله. اذا نبدا نشوفوا واش كاين هنايا في سوق بودواو. اذا خاوتي نبداو الفيديو هدايا مع خونا لهنا، قلت لكم الفيديو هدايا خاص بالحسون، ولكن خاوتي كي نشوفوا طرابين زويلة ولا في الميلي نقدروا ندخلوا في الفيديو الخاص بالحسون. عندنا الكوبله هذه يا خاوتي في طرابين زويلة، الفيمال راه يقول 2018 والمال 2019، والمال 2019 ماشي باقي. الاخ يقول خدمه دينيشي لا 3 دينيشي خاوتي فيها 3 الله يبارك. والسمار يقول سمونه 3 ملايين هكذايا، يعني والبي خلصقاط وكمل صح الله يبارك مازال ما شاء الله. وشحال السعر تاعهم ان شاء الله باش يروحوا؟ هذاك اللي من فوق هو اللي خربش الله يبارك صحيح صحيح. والسعر تاعهم شحال راهو اخونا؟ شحال باش تلقاهم ان شاء الله؟ لا لا والبيع شحال ان شاء الله؟ الشاري ماشي مشكل نتفاهموا، يعني يقول ماشي مشكل الله يبارك. اذا خاوتي هكذايا ندخل لكم رقم الهاتف تاع الاخ، راه يقول سونا 3 ولكن نتفاهموا، اذا تقدروا تنيكوسي. خويا قول لي الرقم تاعك. 07 92 62 22 45. ما كان وين لقاوك خونا؟ معمريه هراوه. هراوه خوتي بالمناسبه راه محلين فما هكذايا خوتي، ماشي مرض ولا المشكله راهي سخانه بزاف. الله يبارك سيس ما شاء الله سخانه فقط اللي دارت لهم هكذايا خونا. بارك الله فيك وربي يعينك خويا العزيز. خوتي اذا نبداو اول حسون لهنايا في سوق بودواو. خوتي بالنسبه للحسون نقول لكم ما كان حتى ديفيرونس يعني بين سوق الحراش وبودواو، باسكو من بودواو يجيبوا سلعه ما شاء الله في المقنين والحراش بيسير كذلك، ولكن بالنسبه ربما للكناري خوتي ربما نقدر نقولوا الحراش يجيبوا سلعه خير من سوق بودواو. خوتي هذا يا الله يبارك راه يبان مروزي راه يغني ما شاء الله. شحال عنده هذا خونا؟ عنده عامين الله يبارك. كوبلا ما كوبلاش؟ ما كوبلاش. مربي عندك جان هدايا ولا خلوي؟ ديمي فيو. ديمي فيو الله يبارك. والشون تاعو كيفاش؟ او كيما يقول لا لا يعني شغل دوك كاين الله يبارك شو يقول الله يبارك. والسمو سموه فيه خونا 17 سموه بمليون و700. البيع مازالو بعيد خونا؟ مازالو بعيد البيع مازالو شويه. اذا خوتي ربما نخلي لكم رقم الهاتف تاعو تسمعوه ولا وتساموه، هذه هي خوتي. خونا قول لي الرقم تاعك 055 055 33 777 هكذا الله يبارك. وين نلقاوك خونا العزيز؟ وين نلقاوك؟ وين نلقاوك انت المكان؟ إذا راه متواجد في الحراش خوتي، نحيو بالمناسبة خوتنا اللي راه متواجدين في الحراش. خويا بارك الله فيك يعطيك الصحة. إذا خوتي نبداو بالجان هدايا الله يبارك، راهو باقي 2022. دائما الناس اللي تسقسيني على لاباك خوتي هي ماشي عيب، معليش ما تحشموا ما والو. سي لاباك خوتي هو الخاتم اللي راكم تشوفوه اللي يجي في الرجل، وهذا الخاتم خوتي اللي هو يعني بمثابة نقدروا نقولوا كارت ايدونتيتي تاع الطائر، يعني العمر ديالو، وكذلك يقدر تشوف واش من البلاد جا، يعني كيما حنا الجزائر تلقى مكتوب دي زاد ولا فرنسا تلقى مكتوب اف ار، يعني هذه هي بمثابة لاكارت ديالو. وننصحكم يعني كي تحبوا تشيلوا سيرتو في الكناري ولا في المقرين حاجة باقية اللي تبان باللي يعني زايدة في الكاجا ولا في السجلة، هذه هي. خونا وسوم شحال دار؟ سوم عطاوني 8000. عطاولو 8000 دينار، والبيع تاعو شحال يروح ان شاء الله؟ لا لا شارية. شحال هكذاك يعني دوك حنا نعرفوا السعر تاع
تاع الكاجي شحال راه يدير ولكن هنا تاع المروكادو دايرين 700 تاع الفاه يعني دوك عاودوا الصوب عاودين صوب واضح ماكسيموم يدير مليون صراحه هو هبط ماكسيموم مليون يعني باسكو دوك دخل الجان وكل شيء سي فري كي دخل بريميتون دخل ب 1200 ولكن دوك شوفوا خاوتي يعني ها هو لافونتاج تاع الكاجا ما يخايل ما والو وسمعتي وما سمعتي شكون هذايا ما سمعتي والو الله يبارك ما شاء الله اذا خاوتي خليكم رقم الهاتف ديالو لي انتيريسي يتصل مع خونا وينيغوسي معاه قولي قولي الرقم تاعك 05 54 00 57 18 ما كان ملقاوك خونا اذا خاوتي راه متواجد في تيجلابين حيو خاوتنا تيجلابين وسوق الكرارس خويا بارك الله فيك يعطيك الصحه الله يبارك اذا كذلك رانا مع خونا لهنا يا خاوتي اللي جاب لنا لجان هادو هما وهادو لجان تاع الكاجا خاوتي حنا دائما نشجعوا الناس اللي راهي تنتج الحسون خاوتي في الكاجا ولا في السجنة يعني صافي بليزير كاين ناس اللي يقول لكم راكم يعني تقتلوا في الحسون وراكم يعني شغل كملتوه كاع من الغابات ولا ولكن الناس يشريوا خاوتي راهي تنتج الحسون يعني لو كان ينقرض في برا راح يقعد عندنا في الدار لانه الناس الله يبارك راهي تخدم المقلين ما شاء الله سيدي مال في مال هذوما دي مال دي في مال الله يبارك ما شاء الله خاوتي والسومه شحال داروا؟ اذا خاوتي المال راه يدير 10000 دينار يعني مليون بالاورو نقدر نقولوا واحد 47 اورو وفي مالا راه يدير 800000 يعني 8000 دينار خاوتي دائما انا ننصحكم يعني تشرو اللي يحب سيرتو اللي يحب يخدم خاوتي يعني اللي يحب يخدم لي الفاج ولا خاوتي اشرو المقلين تاع الكاجا لانه ان شاء الله راح يخرج لكم كيما الكاماري يعني في الكوبلاج يخرج عادي وسلعه كاينه في الدار كاين غير هادو خونا كاين غير هادو الله يبارك اذا خاوتي يخلي لنا رقم الهاتف لان سيريسي يتصل بخونا ويعيط له قول لي خونا 0561 03 67 83 وين تواكل نلقاوك خونا المكان في الخضاريه اذا نحيو خاوتنا من الباليسترو خاوتي ديجا هنا في السخانه في بودوا راهي 41 خاوتي راهي سخانه بزاف و باليسترو تكون واحد 60 خاوتي باليسترو الا كانت هنايا 30 دير في بالك بلي باليسترو راهي 41 ولا 50 خاوتي بارك الله فيكم صح اذا خاوتي الله غير نحب يعني عبادي يصارحوا لانه سي دوماج يعني كاين شويه خداع في السوق خاوتي الناس يعني تربي في الحاجه تاعها ماشي مليح ولكن كيما هكذايا باغ اكزومبل شخصيه الاخ قلت له هادو سيدي مال ولا في مال قال لك فيهم الشك يعني صافي ان كرون بليزير دوك خونا كي فيهم الشك هكذايا شحال تقدر تبيعهم؟ 400000 سما دوك هكذا 400 انت وزهرك تربي يا خوتي هذه هي دوك هو قال لكم فيهم الشك راه بيع فيهم 4000 دينار خوتي اللي يعرفوا يعني فيريفي مليح يقدر يعرف اسك مال ولا في مال سينو وهادو خونا هادو هو سيدي مال هادو هما راه يديروا 6000 دينار سيدي مال وهذايا 6.5 هاوليك خاوتي الله يبارك عند خونا لهنايا خونا بارك الله فيك ويعطيك الصحة سي جونتي مون فرار زيدوا ندوزوا عند خونا لهنا السلام عليكم إذا خوتي الميلي قلت لكم يعني ندخلوه مع الحسون لأنه يعني من الفاصلة تاع الحسون هادو ما خوتي سيدي ميلي جاسب شوفوا شحال يخرجوا شابين يعني اللي ما يعرفش راح يقول لك سيدي كاناري جاسب باسكو لا كولير كل شيء برك الراس شوية اللي شبه للمغرب هذه هي شابين يقول لنا يعني خونا سيدي مال والآخر كما نقولوا يعني ميلي هذايا كلاسيك يعني كان مقنين مع كاناري هكذايا هذا يما جاسب اس دي يما جاس في الاس دي هكذايا الله يبارك ماشي خوهم ماشي خوهم الله يبارك سينو السومه شحال داروا؟ السومه هذا يعني نبيع فيها 550 خوتي هذا 5500 دينار هذاك بزوج 800 وهذاك اللي نلقى شي في القرون نورمالمون داه السيد اذا 8000 دينار فوق المليون هذا الله يبارك فوق المليون سينو و70 سمعته ومازال مازال ما سمعتهمش وكلتهم مقنينه الله يبارك وكلتهم مقنينه والسلعه السلعه كاينه سلعه في الدار عندي مازالهم صغار مازالهم صغار ماشي مشكل كان اللي يحب يديهم هكذا كيوكلهم ولا ماشي بروبليم اذا خوتي نخلي لكم رقم الهاتف 05 55 34 48 والاخر 67 مكان الغايه ولا برج منين هكذايا في زوج اذا سيرو المقنين مازال كاين المقنين كاين خاوتي امام المقنين يعني عنده لهم باقي الله يبارك يعني زايد في السجنه ولا في الكاجا ماشي مشكل تقدروا تكونتاكتيو خونا ونيغوسيو معاه خويا لا ما على باليش تلفوني الخاوه لي دو لي دي كوبلا لا يقول لكم لي دي كوبلا خاوتي في الخاوه صح ماشي مشكل صحيت هكذا خير خاوتي يعني ما حبش يعني يخدعكم لانه لو تكوب لي زوج خاوه ربما راح يقدر يخسر مشكل لهذا قال لكم خاوتي يعني راه عنده
عنده شكوك بالك يكونوا خاوه ولا دي بريفيرونس شري مال عنده ولا في مالا وعند واحد اخر شري الكونتري. خويا بارك الله فيك. شوفوا خوتي خويا احمد بسم الله ما شاء الله الله يبارك ويحسب لنا بالصور دا خويا حميمد. خوتي خويا احمد لي ربما خلاص نرموه تعرفوا بزاف خونا احمد اللي لقاوه كل جمعه في سوق بودواو وايام اسبوع خوتي تلقاوه في صفصافة يعني راه متواجد في صفصافة ويخدم الا الحسون عند خونا حميمد الله يبارك. حمد ربما جيت روطار شويه انايا ولكن معليش رانا مع الكباش. سيدي مال في مال هادوما؟ لا لا لي مال كاع لي مال. الحسون مليح الله يبارك. صح وشحال داروا اخويا احمد؟ انا نبيع فيهم 7.5 7.5 خوتي 7000 في الحانوت. في الحانوت كاين 800 850 في مال 400 في مال 4000 دينار خوتي هكذايا. نخلي لكم دائما الرقم تاع احمد خوتي. السلعه يعني موجوده بكثره خوتي. تحبوا جمله ولا دي طاي ماشي مشكل. دي انسان راهو بعيد ربما وجاته صفصافه اللي متواجده بين عين نعجة وبين الخادم اللي جاتو بعيدة يستنى الجمعة ويجي يلقى هنا في بودواو. سينو اللي حاب خاوتي اللي يكون في ألجي ولا دي بلاصي صفصافة أنا نسمع واحد المرة ويغني الله يبارك خاوتي. إذا أحمد خلينا النيميرو تاعك 0771 02 01 56 خوكم أحمد ميد الله يبارك. إذا نجوزوا المقرين هدايا شوفوا الله يبارك اسمعوا شوية. هذا لي من احمد هذا الله يبارك. وشو كيفاش هذا خونا؟ انا ما نعرفش يعني يقول لي برك باش في المونديال. اذا خاوتي يقول لكم في طواوين المونديال سفاره يعني كيما يقولوا يا ماشي مليحه الكلمه هذه ولكن ما فيش الاستاذ هكذا الاستاذ. واش راح نقول لك المقانن كاع فيهم نفسهم ما كاينش اللي يقول لك مقنين. معليش انا قلت لك المقنين كيبدا يكبر يبدا شغل يخرب. صح يبدا شغل يخرب. هاك تسمعوا هذه خوتي الله يبارك. صافي شحال شحال عنده هذا؟ شحال عنده؟ كاع سياده خونا شحال عنده هذا؟ هذا لا لا هذا هذاك عنده عامين عامين الله يبارك. وهذا عنده 12 شهر وهذايا هاك تسمعوا خوتي هذا راهو داخل. انا مكوبلي به كات نيشي ومازال الله يبارك خوتي. يقول لكم كوبيت به كات نيشي ومازالو عنده 12 شهر بون. هذايا ويقول خوتي راهو داخل هذايا عطاو له 3.5 يعني 3 ملايين نص. وهذا لون هيك هذاك عطانا كان عطاو له ساز. اذا نجوزوها محمد اللي حبي يعيط يجوز لاحمد ولا احمد ولا حبي يخلي النيميرو تاعو 045. اذا خاوتي هاو النيميرو تاعو 045 28 80 67 خونا هذيك في مالا هذيك هكذا خاوتي. بالمناسبه شوفوا المقنين هذايا كاجا كاج كيفاش مع الفي مالا هذيا هكذا باش تكون عندكم نظره وكي تعيطوا تنيغوسيو الاز. بسم الله ما شاء الله الله يبارك. هيا فوزي فوزي هكذا الله يبارك. قولوا بسم الله ما شاء الله. ربما كاين ناس تقول لي خويا ناصر تقول بزاف الله يبارك وكذا خوتي يعني هذه حاجه كان يزيد رب العين. لهذا تشوفوا حاجه كيما هذه قولوا بسم الله ما شاء الله الله يبارك. راح تفوزي يا الله يبارك ما شاء الله. اسكت خالد تقول اغريسيف اغريسيف هذا كيف فيه غير ناحيه يبدا يخسر في العيش. قناة ناصر على المباشر خوتي الله يبارك ما شاء الله. حاجة قيمة الله يبارك. قول لك فرصات الفرصة. تفوزي تفوزي. ما شاء الله الله يبارك. وفي مالك شحال دارت خونا؟ تاع سيد ماشي مشكل خويا بارك الله فيك. اذا خوتي او عندكم الرقم الهاتف تقدروا تتصلوا بخونا وتنيغوسيو معاه. المهم لي مانينو كاينين الكلاب. اذا خوتي بالمناسبه اخوكم ناصر يعني يخدم شويه الكلاب ولكن بديت نجبد روحي شويه عليهم ولكن معليش. الله قال لكم عندي لي مالينو تحبوا تتصلوا بخونا. خونا وين نلقاوك فقط قولي برك؟ خوتي راه تواجد في بودوا. اذا بارك الله فيك. اذا خوتي نبداو مع خونا لهنايا كذلك اللي عنده سلعه خونا يعني سي دوماج يعني يجيب واحد السلعه كيلكو سوا في الكناري ولا في المقرين ما في القهوه في الحراش واليوم متواجد هنا في بودواو ولكن سي دوماج دائما الرقم يحبش يخليه لنا. بون عندنا هدايا سيما ولا في مال؟ في مال هذه راهي باقيه تاع الكاجا. واش من العام هذه؟ هذه 2022 شابه بدات تطلع ديجا خوتي الله يبارك. هذه خوتها كيف كيف شوفوا خوتي ديجا راهم بداو يطلعوا ما شاء الله خوتي. اللي يحب يدي مقارن كيما هذوما راح يكوبلي بهم الاز. عندنا هذا سيما ولا في مال؟ مال هدايا كيف كيف تاع الكاجا فانسيا الله يبارك ماشي باقي ما شاء الله
وهذه هي اختي وراهي باقيه 2019 الله يبارك 2021 2021 سمحوا لي خالتي ضربتني سخانه الكباش ونزيدوا نروحوا خالتي الكوبلة مقلين شوفوا خالتي المباشر في قناه ناصر تي في راهي حاضنا شوفوا خالتي ما شاء الله شحال هذا البيض ثلاثه عندها ثلاث حبات بيض الله يبارك خالتي ما شاء الله حبه رمات هذه وحبه هاي ليك شوفوا رماتها داخل ودي. الله يبارك بون نبداو بالاسعار هذه وشحال داروا كامل مليون كامل مليون الله يبارك فيك خوتي هادي هما كامل مليون وهادي هما عطاولو 25 المساغل واش راكم الله يبارك سي دوماج رقم الهاتف الله غالب سمحوا لنا خوتي خوتي وكذلك عندنا منينو هنايا عندنا منينو عطاولو 150 الف عنده 3 سنين الله يبارك ما شاء الله المساغل واش راكم صافا لاباس بيا المساغل يتبعوا قناه ناصر تي في كيفاش صافا شويه لاباس هاولي المصغر المصغر قاولي خاولي هذوك اللي يروحوا لاسبانيا ما يتحلفولوش كاع هذيك الله يبارك بحرتي شويه لا مازال الله يبارك واش راك تبيع الفلالس لا شريتهم وشراهم وين ديرهم الله يبارك شوفوا خاوتي شرا الفلالس خاوتي نكملوا التغطيه تاعنا دائما اللي خاصه بالحسون باش نشوفوا واش كاين كذلك في طيور اخرى مزاغر تهلاو في روحكم رحيت خاوتي ندوزوا لعند حبيبي لنا يقولوا له بصحتك روح يضرب لنا في الفريت اوملات ولا اوملات الله يبارك ها حبيبي الصغير كذلك الله يبارك خاوتي جاب لنا جاب لنا المقرين شوفوا خاوتي هاي ليك في ملا الله يبارك أنا اشتغلت هذه هي وجدة؟ وجدة ما شاء الله، وشحال دارت؟ هذي سموني ب 600 ساموه ب 6000 دينار خالتي والبيع تاعها شحال تروح إن شاء الله؟ مليون مليون الله يبارك خالتي 100 ناصر اه 100 ناصر ما عندك فيها الله يبارك إذا خاوتي شوفوا في مالا هادي لا تبوزينا إن شاء الله. هكذا؟ شوفوا خاوتي الله يبارك ما شاء الله. هكذا؟ خاوتي هكذا يا المباشر في سوق بودواو. ان شاء الله تبوزي لنا هكذايا باش خاوتي باش تلقى في مالا تبوزي هكذا في المارشي ماشي حاجه سهله ولكن ان شاء الله تابعوا الفيديو ما تقلقوش فقط. هاي الشطح الله يبارك. الله يبارك ما شاء الله ما حبش خوتي بالك سيد تخافش يا السوق ها نزيدو نكملو مالا ونشوفو خوتي في كذلك عندنا المال هدايا الله يبارك شوفو بسم الله ما شاء الله هذا شحال عنده كاج اخونا؟ 4 سنين الله يبارك عنده 4 سنوات ما شاء الله الله يبارك شحال دار هذايا 1600 والبيت تاعو شحال يروح قدام سلفين شحال زوج ونص ثلاثة فوق ثلاثة خوتي يقول لكم يعني فيه الشون هذايا يديباسي ثلاثة الله يبارك نخلوني مرتاح خلوه خوتي راكم تشوفوا حاجة حية على المباشر حصريا في قناة ناصر تي في تقدروا قول لي النيميرو خويا العزيز قول لي النيميرو 06 72 08 49 33 المكان وين؟ رغايه اذا خويا بارك الله فيك يعطيك الصحة نولوا لعند خونا يعني شيناها ولكن ما حبش بيبي الزين ما حبش تبوزي هذه معليش
ولكن كانت تشطح على كل حال. جاري وادو شحال داروا منا؟ ما فوزتناش. قتلها يا خويا ما تعرف بطاي. ما عاد بطاي بطاي عاد تشطح نورمال. قلت لك نوض تام العش. ماشي قال لا خويا. هادي شحال وهادو شحال داروا؟ هادو سوموني ب 500. سوافت هادو ما؟ قال تاع سجنة. تاع سجنة الله يبارك. سيدي مار في مال؟ قال لي فيه مال. قال لي فيه مال 5000 دينار الله يبارك. خوتي خليكم رقم تاع خونا. وهذه عندها فارتين بيوضة. فارتين بيوضة الله يبارك. 06 96 37 63 60 63 شد. انا ما نقدرش نحفظ النيميرو. اذا خوتي هدايا شابه في ملايين ما شاء الله. خوتي هذه هذيك مات المال تاعها مات المال تاعها. داكور سي دوماج. اذا خوتي نخليكم يعني شفتوا فيديو تاع المقنين يعني قوه الله يبارك. تهلاو في رواحكم. قناه ناصر تي في تحييكم. سلام. الان نروحوا نشوفوا الكناري واش راهو يقول مع الطيور الزينه.